السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا أخواتي إخواني، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله البنات غندير لكم واحد البسبوسة اللي هي جد رائعة، وحتى التقديم غادي يعجبكم بزاف. بالنسبة للمقادير البنات، غنحتاجو جبيدات، عندنا قبيسة ديال الملحة، عندنا واحد كاس ديال سنيدة، عندنا نص كاس ديال زبدة مدوبة، نص كاس ديال الكوك، وكاس ديال اللوز يعني هرمشو رقيق، عندي جوج كيسان ديال العنبة ديال السميدة رقيقة، كاس حمرته وكاس خليته هكاك، وعندي واحد كاس ديال الحليب، وعندي واحد ياغورت طبيعي، عندي خمارة وحدة، وعندي ساشية ديال الفاني. بالنسبة للطريقة هي طريقة عادية البنات، ناخدو جبيدات كنزيد عليهم واحد كاس ديال سنيدة وطبيعة الحال قبيسة ديال الملحة، وكنخلطو مع المعسل، فقط كنخدمو بالفوي هذا اليدوي. كنزيد عليهم نص كاس ديال الزبدة مذوبة، كنزيد ياغورت مسوس، تقدروا ديروا البنات حتى ياغورت ديال الفاني، وكان وجد عندي هذا الساشي، ندير واحد الساشيه ديال الفاني، ودابا البنات غنزيدو النواشف كوك سميدة، وخمارة ديال الحليب، كما كتشوفوا البنات الخليط راه كيبان لكم جاري، دونك غادي نخلطو ونخلي واحد 5 دقائق يرتاح ونطلقو، انا كنعرفوا ان السميده كتشرب. المهم البنات بالنسبه للخليط ديالنا بعد ما ارتاح، شوفوا راه كيتقال في الاول جاري، دابا شوفوا كيتقال هنا هنا غنخدو بالسيليكون، لا ريفيرونس ديالو 0027 SF 0027. البنات خدموا نتوما في اي اطار كتخدموا به البسبوسه، بالنسبه للناس اللي ما عندهم السيليكون كيفت اتمنى ان تكون ديال الفيديو كلشي ديال الكلام. كما قلت لكم البسبوسه اللي غنقدم لكم هذه المره هي مختلفه، بريستيج كما كيقول تقديم بريستيج. هانتوما البنات النصف ديال الخليط خدمته في السيليكون، والنصف الاخر غنديرو فيه هاد اللاطات، غنديرو الكويرطات، نتوما خدمو البنات اللي ما عندهم السيليكون خدمو بالكويرطات. نخلو السيليكون جانبا، نجيو نخدمو، نعمرو الكويرطات، نجيو نخدمو. البنات جربو هاد البسبوسة كتجي رائعة، يعني حاولوا تعمرو البنات بالنسبة للكويرطات لأن هي كتجي بحال بومبي. وحنا دايرين غير خمارة وحدة، هادشي واد اللي كنقدمو ليكم ولي تقدرو تقدموه في رمضان إن شاء الله، غيدخلو لينا بالصحة والعافية الجميع. والبنات حتى اللي عندها المول يعني بغات دير مول فردي تقدر ديرو ماشي مشكل، أنا تنفضل بحال هاد الشكل، الحويجات الفرديين كيجيو أحسن. هانتوما البنات راه كتخرج كمية لا بأس بها. البنات كما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسة اللي قدمناها بشكل مغاير، ها هو الشكل ديالها هنايا، هنا الشكل ديال الكويرطات. نتمنى البنات أنكم تجربوا هاد البسبوسة وتردوا عليا الخبر في التعاليق، وما تنسوناش البنات في نهاية الفيديو من لايكات ديالكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وبالصحة والراحة إلى فيديو قادم إن شاء الله.